بوجودكم هنا معنا ونعتبره بحق التفاتة نضالية وإنسانية أيضا للاعتبار وللبر الواجب لأسرة المقاومة أعضاء جيش تحرير لمنطقة أكنو. يتجدد هذا اللقاء بيننا وبينكم بندواته وأبحاثه لينضاف إلى إسهامات سابقة، إسهامات لقاءات بسياق متصل متواصل وتراكمي للمعلومة وللمعرفة بهدف إثراء النقاش وتسيير فضاءاته، وأيضا بهدف تجسير العلاقات وتطير الصداقات بين أسرة المقاومة وجيش التحرير من خلال أهداف وثقافة وإشاعة فلسفة هذه المقاومة ورمزيتها وارتباطها بالتاريخ المجيد للمنطقة من جهة، وبين عموم الساكنة وأجيالها اللاحقة وضمير التاريخ من جهة ثانية. كما تحاول هذه المساهمة كسر طوق الحجب والرأي الأحادي وتحرير المكتوم بصدور أسرة المقاومة والبيورين على تاريخ المنطقة. إنها محطة متجددة للعمل بشكل مستمر على الإبقاء على الذاكرة حية يقظة في وجه الطمس في وجه النسيان، خصوصا في ظل ما يعرفه التاريخ الرسمي للأسف من زيف وجنوح نحو التحريف بل والافتراء. ذلك أن غياب المبادرة لمدة طويلة قد سمحت للزيف والافتراء أن يبسط على تاريخ المنطقة للأسف، مما يعطي لمثل هذا النشاط يعني جديته وجدها. كما أن عدم المواكبة يؤدي حتما إلى تفاقم مسؤولية في تبليغ الأجيال القادمة وتعريفها بحقائق التاريخ وما أدراك ما التاريخ، التاريخ الذي يشكل جاد كل الأمم. وعلى صعيد موازي نتمنى أن يكون هذا العمل مقدمة لإثارة الانتباه للمنطقة وللعناية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.